كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن خطة لدى حكومة إسرائيل لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من قطاع غزة في أعقاب الحرب. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن تل أبيب تتهم الأونروا دوما بإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال توسيع وضعية اللاجئين ليشمل الملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك منازلهم عقب إعلان إنشاء دولة إسرائيل على أراض فلسطينية في عام 1948. وثيقة توصف بشديدة السرية تمتلكها وزارة الخارجية الإسرائيلية، أما فحواها خطة لدى حكومة إسرائيل لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من قطاع غزة، لكن ليس الآن بل عقب انتهاء الحرب الحالية في القطاع. صحيفة تايمز أوف إسرائيل أسهبت في ذكر تفاصيل الوثيقة التي تقوم على ثلاث مراحل أساسية. الأولى هي الكشف في تقرير شامل عن تعاون بين حركة حماس والأونروا التي تقدم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من حربي 1948 و1967 وأحفادهم. أما المرحلة الثانية وفق الصحيفة قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة. ثالث المراحل فستكون عبارة عن عملية نقل كل مهام الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب. وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب. في مضمون التقرير السري لوزارة الخارجية الإسرائيلية هناك إشارة إلى الولايات المتحدة التي تنظر إلى الأونروا كلاعب إيجابي في الجهود الإنسانية داخل قطاع غزة، وهذه جزئية على إسرائيل التعامل معها بعناية وبشكل تدريجي أثناء التخطيط لليوم التالي للحرب، والكلام أيضاً لذات الصحيفة.